مازلنا معكم في تشكيلة. مرحبا بكم الناس الكل. نذكركم اللي نحن مازلنا معكم سهرة سبت، نجموا تربحوا معنا وانت في دارك 100 دينار. شويخ نعطيكم كيفاش لك نستقبلوا اسكندر. مرحبا أميرة، مرحبا، مرحبا سلاح، مرحبا بشرة، مرحبا مها، مرحبا توتو. الآن اللعبة الثانية، حاضرين يا جماعة؟ حاضرين. روح رياضية نمشي ولا ها؟ هو بعد السكور وهذاك راه ما عادش. نورمال ما عادش يلعب. هو ما عادش. 7-7-2 انت عندك شك في روح رياضيه مع توفيق. في جون جوريس قلت لي. في جون جوريس والله ونعاونوني نحلم. والله يا بيننا وبينه ديكالاج نتاع الديكالاج اللي بينه وبين كونغو ديمقراطية. يا بالله الكريم. هي انت تابع الكور في الداي. تدخل هكا يقول ورجع. هكا. الغوفونج لازم تاكد اللي انت على حق. اللعبه الثالثه باش تكون هي لعبه الفيصل الرياحي، باش نعرفوا شكون باش يربح سينا. حضروا لي زاردواز باش نمشيو للاردوازه. في الاردوازه باش تشوفوا فيديو تعلقوا عليه بكلمه ولا بكلمتين. الفاتر توتو باهي. ثم في تونس ديما عندنا بعض المعتقدات الشائعه، مثلا حكيت القطوس الاكحل. شنو حكيته؟ واو شو علاش هكاك؟ ما فهمتش شنو الغلطه. ما فما حتى معنى. لا هو وقتاش يستجاو منه، خاصه يقول لك ما تضربوش خاصه في الليل. القطوس الاكحل لو دماغك تمسه ماهوش. هو القطوس الاكحل تشوفوا نهار 13 نهار الجمعه فوندغودي 13. أي. ولا ليه صوت القطوس كي يبدا يعمل فيه صوت مزعج ولا حاجه زاد كيف يقول لك بسم الله. هذاك عرفته. ما تقولوش يقول عليه ما تلعبش على بالك. ما عادش من بعدها سلوم ولا تحت سلوم. يمكن حكايه قديمه. وش لك المقلوبه هذيك برشا برشا يرحمها. تقول لك يصلي عليها. ليه تقول لك ما تعينش ابره في المغرب؟ ليه في التاسوعه ولا العاشوره تجيك الرعوشة ولا شنو؟ حسين هو كاين برشا قرار. مال الكورونا كيفاش جات؟ شو عملنا؟ عملناهم الكل مع بعضهم. القطوس الاكحل واللي تمشي ما عادش ترجع فيسع فيسع. ما ترجعش على ثنيتك حسين. القطوس الاكحل كان موضوع بتاع سبوت بتاع لعبه في فرنسا. نتفرجوا. كوفر كاتشيس. Maar deze brengt toch ongeluk? Nou, het is de laatste. Jazeker. Zullen we een oudejaarslot kopen? Hallo. Gaan jullie maar voor. C'est trop mimi, hein? ميمي نقول لك انا اش قلت. حطيت اصلاح العقليات والباليه. يعني مش عندنا بركه هكا. لا فوالا خاطر احنا ما نشوف احنا عندنا معتقداتنا وهما عندهم معتقداتهم وكل واحد كيفاش ينجم يخمم. في الاخر والله العظيم اشب منه ما فماش قطوس. وبالحق دي سبوت كيما هذوما يفيقونا شويه على رواحنا. خاطر احنا بيدنا هنا بينات بعضنا. انت قلت قطوس لك فما حتى واحد اعطى سبب مقنع وناس كل ما تعرفش. وما فماش علاش بنخمو اصلا هكاك، دونك حاجه كيما هي ترجعنا للواقع، ترجعنا مخاخنا فوقنا، نفهموا فما حتى فرق بين قطوس اكحل وقطوس ابيض ولا اخضر،
في الاخر اخضر اي ما انا نحكي لك على وين انا بقول لك قطوس اخضر دي ساعات اسكندر يمكن ربي قطوس اخضر يمكن ربي قطوس اخضر ما عرفناش الابيض كي تفجع اميره ما كنت شايف قول على المثال انا نقول ليله التطير هذه تطير حاجه لا تسويق على التطير يعني حاجه خايبه خاطر اللي تلك التطير يعني كيما التطبيع اللي قال عليه خالد خاطر الحاجه خاطر الحاجه اللي يبدا اللي تبدا كتبت لنا تصير انا نزار انا كشخص كانت عندي شويه قبل كي نحل فهمت كيما هكا معناها لي هذه بالك شي نهار يمشي تعدى خايب اللبسه هذه ما نلبسهاش على خاطر صارت لي بها حاجه خايبه بعد بشويه بديت نفهم اللي الحكايات فارغه بالعمر قد كي تكبر وتشوف تعرف انه اللي مكتب لك به ربي باش يصير لك وان شاء الله ربي ما يكتب لنا كان الخير ولا ان شاء الله ربي ما يكتب لنا كان الخير والحاجه الباهيه هذاك اللي بيه الفايده العمل على ربي وكاه نستنى جوج خمس دقائق سكو حيكملك ما اخذت خايب ياسر فسق 600 مرة وعاود اكتب 300 مرة اصنع حظك وحدك خاطر نقرا فيها وحدك هي ثم نقطة هذه هي وحدك خلاص مش خاطر فما برشا ناس ساعات تشوف حاجاتك يعادي نهار وخايب ولا تصير له حاجة خايبة في خدمته ولا في قرايته يقول لك صبحت على فلان نريت فلان صار اللي هكا سمعت أغنية درا كيفاش واللي هو انا نرى ساعات كان العبد الضعيف اللي يرمي مسؤوليته على حاجات اخرين كيف هكا ناش مفدكوا بها لو قطو سكحل ولا هكا مريه مكسره ولا شليكه مقلوبه اما باش تولي واحد رب تحيته بها وصدقني عايش في تعاس ومحليهم دي بيب هكا وانت والله فن راه لي بيب ان شاء الله راهو حاجات هكا في معناها تونسيه مزيانه ولا مزيانه على الاخر بالحق تو كل مره نعديو الحملات التوعويه اللي تصير كما في مثلا في فرنسا وزاره الصحه متحمله على النوال وكيفاش نجم التباعد نحن في تونس بعاد برشا في الحملات التوعويه مازلنا بطريقه تقليديه جوت كلمتين ديما احنا ناقصين الفكره وذكر كل مره ونجمدوا موضوع كيما هذا نزار نقول لك احنا الابداع الخلق نتاع الفكره ناقصين فيه برشا كي نتفرجوا فيهم نقعدوا واه ونقولوا شوف معناها في الاخر احنا كي نجيو نخمو ما خرجوش حاجه كيما هذا يا بشره الحكايه فارغه حكايه القطوس لكحل معناتها بو امبورت شنو اللون نتاعو كما قال اسكندر قبيله معناتها ابيض ازرق اكحل لا قال اخضر اخضر زدت من عندي لا الازرق عادي نعديه الاخضر لا انا ما يهمش دونك هي مسكينه معناتها القطوس معناتها هي شبك مغزر معناتها حتى كي نشوفوا في التصاور معناتها صغير معناتها محلي ونشوفوا توا في الجمعيات بتعرف بالحيوان وكل هوني كونتريرمون للقاعده للعباد اللي يقول لك يبداو سوبرستيسيو يعني بالنسبه للقطوس الاكحل كونتريرمون للعاده هوني كيفاش شفناه كيفاش جاب الزهر المولاه القطوس وقت اللي هو شاد وفما سابان طاح ان اكستريميس يعني الى بو ليفيتي كيفاش مشى يمكن ما وراهاش لا سويت نتاع البوب ولا هو السبوت كان ينجم لاسانسور كيف الوقت اللي مشى يلعب اللوتو ما نعرفش اسكو من بعد ربح ولا ما ربحش الورقه الاخرى سلم فيها للفاميلي ماما وراها هديه اسمعني نزارق مرة أنا صارت لي حاجة فضل. ليه ولا بالحق ذكرتها ما هي قال لك العروسة إذا كنت ذكرت صحيح أنا ليش عاملها الإيميسيون هذه على خاطرك أنت توفيق العروسة السمراء عروسة سمراء تبدا ما تقعدش مثلا انت تطلب تقول له مثلا نحب عروسة لونها اسمر يقول لك ليه راهو نجيبوا اربع كعبات ويوفيو فيسا ليه كانت تجلب الحظ كانوا يشريوها العبيدة قبل في ديارهم يحطوها معتقدات تجلب الحظ فهمت كيفاش من تو ذكرتها اضافة ممتازة تصفيق على شخو يا ما هي دي ما عملت فيها هكا راودي ما هي انا حطيت تفاؤل وخيرا تجدو وبي بوزيتيف معناتها الانسان يلزم يبعد على التطير دونك استبشار والتفاؤل والجو حلو جلب الموجات الايجابيه اش قلت في الاردوزه توت كل عاده تفضل خاطر حاجات هذه كبرنا معاهم يعني كبرنا نحن هذيك كيما كنت تحكي عشلك المقلوبه والقطو لا انا حاجه واحده نقول بها انا حاجه واحده نقول بها خاصه اشلك نقول بها ارجع شليك وكذا حاجه واحده تدخل بها في اطار النظام يعني باش تبدا شليك منظمه ما نظام اما ديما في الكوره عندي التطير نمشي مع جماعه نربح يقعدوا ديما مدى الحياه معايا هذوك في البقعه هذيك النقطة كان هكاك انا ولدي صغير هزيته معايا الماتش
قلت باش نزربك تمشي معايا ولا مشينا عملنا النول يا ديبوي ما عادش ما عادش هزيت ما عادش هزيت حكيت جوست كلمه اللي حكيت سلاكه المقلوبه انا قالوا نتذكر ان يقولوا لي سلاكه مقلوبه باش تسافر ولا شنو لا سلاكه عام كامل ونحط فوق ونعاود الراجل قاعد عام كامل من الدار ما خرج لا فما صفر ولا فما طياره ما تتحطش باش احنا نحكيوا على لا يا اسكندر ما تحطهاش رميت وجات وحدها ثم حاجه السيده دايما ما عندوش باسبور يقول لك ثم حاجات باهين كيما نقول لك مثلا المغرب مظلم الشاعل في الدار ثم اللي يقول لك مثلا ما تخزرش المرايه قبل ما ترقد ما تغسلش لا هذاك حديث ثم اي قلت لك ثم حاجات صحاح انا داير الحاجات اللي نعملوها اما راهو بالتطير والحكايه هذيك فما ناس ولات نجوم استبيخت مثلا يدك تاكل فيك جايك الفلوس اما مش عارفه انا اليمين ولا اليسار الجسم يقول واحد يجرب روحك اما كي تعرف تكوشي انا خدمه اليسار اي خاطر كوشي لا يدفع يدفع كلمه واحده نمشي واحنا في اخر العام اسمع خلت تولي ندور الكاميرا الكل هنا والله عجبتني فاست اميره قلت خلينا نجربها قول انا تذكرت انا بدي تذكرت ما عندي حق مذكر 2020 سنة سعيدة المغربي بالتطير بالويح دريت كيفاش ولينا نحس وفرت من المباراة ولينا الرجل قلنا 2020 في جرب هذه سجل في واحدة تاع فانتايان تاع واحد يوم مش كنت يحب يعرف مسكين جالي يعرس بهذه فاطمة يخت الناس كلها استخطأت سكوحي تمشي لجرون سيرفاس نمشي ساعات مثلا تمشي حكتون يقول لك لو كي تاخذ حكتون مثلا ب 10,000 كي تاخذ ثلاثة ولي 17 دينار، تصدق السولد هذاك انه بالحق والله الحق لي انا نركز هو الاغلبية صحيح يصدقوا خاطر ديما يركزوا في القضيات مع ماذا بيه بنقص عرفت تغلية الدنيا كاهو، أما الحق كي تحسبها تعمل حسبة صغيرة لي وين نخاف خاطر ساعات نقول يمكنش زاد الدات نتاعها وافي وملصقين هكاك اوفر هكا سبعة في بعضهم بدينار ولا قديش، ما أنا ما نمرش برشا، أما ساعات تستغل فما نتفرجوا في الفيديو هذا هاي سيدي حاجة اللي تشوفها بروموسيون رخيصة مش صحيح برشا الحكايات هذه ونسمع برشا في تونس بالبلاك فرايداي وبالبروموسيون وغيره والقطعة بدينار وثلاثة بالفين صحيحة ولا هاي نبدأ بتوتو مغالطة في الحجم ساعات الناس تغلط يقول لك أربعة بابز والخامسة بلاش ولا خمسة بابز والسادسة بلاش هي مغالطة في الحجم الناس تمشي على الحجم لكن كيما تو جماعة الكونترول يعملوا الكالكول نتاع الدبوزة بارابور للبابز يلقاها أغلى من اللي كان يمشي يشريها وحدها فهمتني فما مغالطة ديما الحجم يغلط يغلط ولكن تلقاها بلوس 25 مليلتر وغيره من الصحة ديما قلت لك الحجم هو اللي غلط ما هي انا كتبت على زوز وضعيات قبل ما تغلى الدنيا وبعد ما تغلى الدنيا باسكو وفيت التجربه هذيا صايره عليا انا قبل ما كنتش نعرف سوم اي حاجه تتصورها في بالك حتى الباكيت نعرف سومها نعرف نعطي برشا فلوس لي نعطي الفلوس واللي يرجع لي الباقي نحط في مكتوبي ما غير لا نشوف لا حتى شيء كي وليت نحس اللي فلوسنا ما عادش تجيب لنا حتى شيء وما عادش نجمو نقضيو في عائله وليت ندقق وليت نشوف سوم الحاجة وليت ما عادش نحشم حتى ما نهزش كالكولاتريس كيما المرأة نهز معايا ساعة شنو اللي باش نشري بالضبط ونهز معايا ونخرج تليفوني كاريما ونبدا نحسب مثلا نشوف الجرام حتى والله فما تحية نحب نوجهها ماهوش اشهار يتسمى على خاطره هو مسمي روحه بيت المنى نسلم عليهم برشا في الكرام يبدا يقول لي تعدى غدو نهز ملاذة وطاب يبدا يقول لي يبدا يسال فيا يقول لي شنو قداش باش تعمل من حصه نتاع مطالعه باش نعرف زعما انت داخله المكتبه تنحي ما هي يبدا يقول نحي من يدك معني الدبوزه ولا مثلا باش نشري حاجات نتاع باش نغسل بهم ولا نظف دونك توا يا ناس يلزمنا نفيقوا بالوضعيه هذه على خاطر نو سولمون الدنيا غليت زيد احنا يلزمنا تكون عندنا ثقافه الشراء بما انه ثقافه الاستهلاك الاستهلاك اي فوالا زيد حاجه اخرى باش قبل ما نجيك باش تمشي للعطار باش يشري دبوزه حليب ودبوزه ماء تقول انت خلينا نشريهم من الجرون سيرفاس تقضي 70,000 وتروح فاصل وسامحني والباسبور نتاعك للجرون سيرفاس اي بشر انا قلت القوه الربي جماعه الماركتينغ معناتها شوف انت قداش من واحد عداوها عليه معناتها في فرنسا او زي كيفاش خليه تونس انا واحد من الناس كما كان تحكي ماهي نشري بالعين معناتها جو نفي با اتونسيون وقت اللي نشوف مثلا فما دي بروموسيون نشره من بعد نشوف ساعات نلقى ديفيرينس ساعات ما نلقاش ساعات تلقاها في بلاصه هذيا تلقاها موجوده اون بروموسيون هوني ما تلقاهاش في بلاصه اخرى اما بالحق توا معناتها كي شفت الفي تي ار هذا
je devrais faire plus attention وقت اللي نجي باش نعمل mes achats. فما حكايه زاد الجراتوي يهبطوا في على الانترنت جراتوي مثلا الحكايه كيما نتاع نغسل الحوايج ودين كل شيء. فما امراه نهار كل لا لا نهار كل هي على الانترنت وين الجراتوي بالكهرباء فن تعبي دارها كلها ولا دبوزه نتاع غسيل الحوايج باش شريتها ولا ساعات مثلا يقول لك بوتيك عامل بروموسيون 70% تمشي تلقى الكاملو تلقى مال الحوايج كلهم تريبليكس ال تلقاهم هاي يا سلاح انا نقول خبز خاطر هو كي تجي تشوف راه احنا من وجهه نظر مستهلك مثلا يقول لك يعديوا فيها على العباد وغاليه والكل من وجهه نظر هو ربح ابريتو ماهوش يسرق في العباد وحط حاجه قدامك دونك تنجم تثبت دونك قاعد ينصح ديما العباد باش يثبت ما ينقصش ديما على البرومو كيما قلت لك اي خدمته اي خدمته خدمته باش يعمل هكاك انا فما حاجه اخرى ضحكني عملوها في الجرون سيفاس برا برشا وحتى في تونس موجوده كي داخل الكاسه انت ساي فما ديما الشوكولاته والحلوى هكا صغار اما شنو هي قراب للصغار معناها هكا يحطوهم اللوطه يحطوا برشا بنات هكا باش وصغير يمد يديه يرقد غادي مره انت تقول له رجع هو يبكي لك غادي كترسي لك تشري فهمتني وبرشا حاجات اخرين معناها تصير حاجات كيف هكا منها هكا هو يربح اما العباد ترد لها فهمك مثلا يستعملوا برشا نساء والبنات اللي باش في بلاصه الشوكولاته وكذا باش يجبدوا الحرفاء فهمت الفازه توا انا ما نمشي للجراند سوفرت كان مع مرت تحيه لزوجتي يحطوا بنات ولا يحطوا هاي انا قلت التجاره شطاره ولازم احنا نكونوا اشطر منهم هي خدمتها بنات تسويق اخرى زيد شطاره واحده كما تقبلها الشطاره هذه مش حاجه يعملوا بها هي طرطاره هي خدمتهم ماركتينغ كما قال بشير لازم احنا ننتبهوا للي بروموسيون هذوما اللي يصيروا نكونوا عارفين احنا ساعه اصل الاسوام خاطر ساعات كي يبداو هابطين بروموسيون تتبدل الاسوام الكلها لازم واحد يكون عارف كي يهبط انا ندقق برشا ندقق في الكاليتي وندقق في السوق في السولد اميره بالضبط السولد ساعه ما نهبطش انا في تونس السولد خلي عاد هذيك ساعات والله يا بشير ساعات راني قطعه نبدا عرفتها وعارفه سومها من قبل السولد ونمشي لها نهبط لها بالذمه نقول لها نلقاها في السولد مره وسنين ثلاثه ونلقاها علي وفي السوم نتاعها وسومها الاصلي هو بيت السوم اخر وشطف سوم سوم اخر صحيح وثم عندنا موضه جديده وليت احنا توا في المجازينات نتاعنا والكل نعطي 20 10 15 فرانك ما ترجعهم ليش اي لا هذه ديما معناها بخلاف اي ما عنديش 20 كيما الباقيات ال10 هذيك حق ساشي دور ودور وما زلت القاعه دور وتقول لك لا ما عنديش دور في البلاد مره قلت لها كيما قبل يعطيو حلوى ما لا تعطيك لا حلوى ولا شيء قلت لها زعما انا نهار اخر نرجع للعطار العطار والجربي اللي كل العطار يرجع لك يرحم والديك بالتدقيق هو المشكل سامعني نزار مش لا في الحشمه ساعات يقول لك هو 50 فرنك والله ما نحشمها يا اميره مع الفلوس والله ما نحشمها مره على 25 كيله الكبيره توا مجازان اسم معروف 25 لا خاطر علاش وقفت لها خاطر عملت لي المره الاولى ومن غدوه قضيت من عندها نفس الحكايه ومن بعد قالت لي ما عنديش 20 قلت لها ما نخرج الا ما تعطيني ال 20 مانيش خارج الا ما تعطيني 20 كان انا 20 والاخر 20 والاخر 20 وكل يوم اي بالحق زعما كي تمشي انت ناقص 20 يقول لك كمل قلت لها قلت لها زعما انا كي تجيني يجيك انا ناقص 20 تعدي لي الكل يدخل في التجاره كيما الزيادات هذوما كيما التجاره شطاره وحنا نكونوا اشطر سكون لا لا خذ التي من هما خاطر كيما حكيو يا جماعه معناها خدمتهم ابريتو الماركتينغ هذا مشروع السيستم تاعهم يعملوا كيما يحبوا انت تبقى تكون فايق باش تكون ذكي اكثر منهم واحنا ما نقول لك احنا في البلاد هذه تكون ذيب لا تاكلك الذيوب هما يخدموا على ريحهم الذيوب انت ماذا بك تكون ذيب اكثر منهم داير فما حاجتين حاجه الاولى انا من اللي بديت نقضي من اللي قاعد حتى لتو ما نتذكرش روحي خديت حاجه اون بروموسيون جبدتني تو سامبلومون ماشي الحاجه نمشي نهزها كما هي نلقى بروموسيون اخرى تبدل لي رايي ديما عندي ايمان الله غالب انه في البلاد هذه سورتو لي بروموسيون ولي سولد حاجه فارغه معناها ما امبوسيبل تكون فما حاجه اخرى راهي الجمعه هذه برك ثلاث ايام التالي ريت في الفيسبوك تقريبا نفس السيستم ثلاثة كعبات شوكولاته بسوم معين ديريكتومون تطيش روحك تاخذهم اذا يعمل لك تصويره الاخرى الكعبه بقداش تلقى روحك تشري ثلاثه ثم حاجه اخرى زاده دارجه برشا تشري حاجه على الفيسبوك التصويره محلاها وكل شيء بعد كي توصل للدار هذيك غشه من خلال تجربه اميره تفضل اميره اي والله اسمعني ما هي مره بركه هي عملتها كمانديت روبا روبا ريتها في التصويره روبا عاديه لايقه باهيه هيا تفهمنا ونهارتها وقت باش نلبسها في عيد ميلادي الروبا
وحمرة لونها وكذا، أي حسيلو ما تقابلت أنا والمرأة وما عملنا رونديفو، هي نورمال، هي في التصوير عادية. التفاصيل ما نحن راهو التفاصيل ما تعنيناش. هي يما هي التصوير راهي عادية روبا باهية. مالكش أنت كي لبستها ما وتتكش. ليه مش ما وتتنيش؟ هذا الموضوع. هذا تقابل عطاتها لي كاشتي وسكوتش ودنيا ما تنجمش تحلها وقتها، أنت خلصتها في فليسيتها هزيت الروبا روحت بها للدار. طلعت كل شيء إلا أنها تكون روبا. خيطه باليد 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 نزار والقطره تسميه تي وهكا كبرها الروبة حسيل من كثره ما تصدمت ما تجرأتش اي هكا الروبة قد الطرف ما تجرأتش نعاود نكلمها للمراه نقول لها يعطيك الصحه بركه خسرت فلوسك خاطر نستاهل ويمشي يمشي الغافل يجي من بعد فوالا خاطر انا نستاهل انا وقعت لي الحكايه دي على برودوي معين ما حبش نذكر البرودوي وتغشيت وكذا لكن انا دخلت عليهم على الفيسبوك بديت نبه على الناس ردوا بالكم تاخذوا راهو كذا 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 طلبوا لي يا سي توفيق عارفوا انت فنان والدنيا يا ودي غير دخلتي لا ما كنتش انتوما كذا 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 خاطر انتوما تخشوا في الناس تحطوا تصاور معينه وبعد تبيعوا حاجه شنو كما تعرفوا اهم حاجه اهم حاجه اليوم باش تجيب الحرفاء وانه البرودوي يخرج مليح هو الاشهار شفتوش مره بيب على شلك مادام حكينا على شلك المقلوب بيب على شلك سبوت على شلك والا يعني بياع يحب يبيع شلاكة بطريقه ممتازة مره بياع نتفرج في مالك انا قالوا خسنيه في مالك انا قالوا خسنيه انا در المروبي قالوا خسنيه انت تضيع على المسيو قالوا خسنيه يا ابو الماما تتقطع عشان قالوا خسنيه في مالك انا قالوا خسنيه اتفضل مالح بيه قالوا خسنيه يا ابو ربي معاك قالوا خسنيه في مالك انا قالوا خسنيه انت مالي انا قالوا خسنيه تضيع على المسيو قالوا خسنيه تمشي بيه للبحر قالوا خسنيه يا ابو الماما تتقطع عشان قالوا خسنيه علينا لا دار المروبي علينا لا دار المروبي وحلى عم إبراهيم عجبتني اعطي تراحه للمسيو ب 2500 ارخص هكا ما ثمنش ارخص ارخص منها كان نمشيو الفيديو اللي بعده وليد مصري يخدم في الاشارات المرور يغسل الكراهب وغيره مره مشى بحذام ثم تيران تفرج في صغيرات تفرجوا في الكره خجاه خالو صوروا التصويره بدلت له احيته نتفرجوا حد شغلي دخلني رحت عملت زيهم زي العلم طلع يوسف مصطفى أحمد حسنة عندي 11 سنة في سنة رابعة أنا من بني سويف بس قاعد مع خالي هنا في الشغل خالي هو أول واحد وراني الصورة وكلمني وقال صورتك نزلت على النت كنت بطلع العصر وبروح عند المول وباخد حاجة من صاحبي كنت بطول العربية الإزاز بس كنت بمسح كنت بصرف على أمي كان بيلاقي أي حد يقبل العربية يمسح له العربية كده يعني. هو بقى كان بيروح يعمل كده أو يرزق عشان يساعد والدته كده جه خبط عليا وقال لي ايه ناس بتسال عليك قلت يبقى في حاجه يعني عمل حاجه مع الاولاد اللي بتلعب جوه وعمل مشكله قالوا لا ما اهدى اهدى ما فيش حاجه ده خير يعني التدريب انا بشكر المصور اللي صورني وخلت الناس تتعرف يهمك الموضوع اسكندر مهم شوف اول حاجه يعطيهم الصحه مصر مقاسه اللي هما خلاوا الناس
والجمعيات وغيره، حتى احنا في تونس ثم دي اكاديمي بريفي قاعدين من التصويره هذه انطلاقا من الفكره هذه ولاو يستقدوا في الصغار به. انا دو فولي صغار برشا نحكي عليهم، انو احنا ولينا ياسر نقولوا للكورجيه ما يوليو كورجيه كما يخرجوا من البطاحي، تبدلت تو الدنيا. نشوفوا حتى في الجمعيات الكبار في العالم راهو الاسامي الكبار قاعده تلعب تو في البطولات الكبيره في اوروبا في جمعيات كبيره، ما جاوش من البطاحي، خرجوا من لي سونتر دو فورماسيون. كل شيء مهم جدا ان يعني يكون عندنا دي سونتر بريفي كيما هذوما يخرجونا من العبايه. لكن انت يلزم كيفاش تعرف تنتقي المواهب تو. بار اكزومبل نحكي عن تجربه شخصيه، انا عندي مشروع، انا واحد صاحبي فيه تيرانات تاع كره، فيه اكاديميه تاع صغيره، احنا نمشيو في المنطقه. شنو اسمه المشروع؟ مش لازم خلينا مشروع ولا لازم مشروعك تسمحوا لي ولا خاطر بانك كم تقول لي خلص. اسمه تيكي تاك. اسمه تيكي تاك كلوب ولا في برج الوزير كما واش بس بيبليك انت اللي شكون نعمله بالله ونعرف تعديش الكاسه دي. والموجود تيكي تاك في برج الوزير في ريانا. دونك لهنا نحكي لك على المنطقه هذيك الكل. ونسيف نمشيو نتفرجوا ساعات في الصغيرات تلقى بالحق ناس تعرف تلعب الكوره ريالمون، مي ما عنديش الامكانيات باش تجي ولا وين. ورانا احنا في اطار البيبر انا سومنا عادي على الاخر معناها في نبداو متفاهمين. مي فما دي سونتر بريفي برشا فلوس، لي سونتر هذوما راهم يربحوا في فلوس وراهو فما دي سونتر فما فلوس موجوده في الخدمات. ميسالش ما فيها بس كان تاخذ خمسه سته سي زيليمون باهين عندهم لو تالون باش تخليهم عندك تكونهم توصلهم غدوا في الايمات نجم يكونوا اسامي في الجمعيات السيفيل. دونك هذه حاجه. ثاني حاجه لا اله الا الله محمد رسول الله اللي انا نسيتها بعد ما عملت البيوب، خلي اميره وجماعه من بعد نقول لك اسمع توتهم بعد اهم من البيبتيدا قلت كما يقول لك هذوما لي سونتر موجودين تما ميسي ولا الكبارات اللي يلعبوا في الكوره كلهم طلعوا. هي كاينها بطحه لكن محصوره، فما انترونور يكبرك الفرق يهزوه جماعه اخرى وجماعه اخرى حتى يولي كيما ميسي. تخطف خطفين في تيران كيما هكا قاعدين يلعبوا ترينيو في الارجنتين تاك تاك هذايا برشلوني هزوا معاه. وقت شفت ميسي الفرق هذايا تلمو عنده الغرام والعزيمه اجبت كلمه الفرق هذايا الفرق هذا بيان سور تبارك الله عليه محلاه محلاه. واوصل شوف كيفين ترينا يتبع فيهم. وانا كما كان نحكي سكندر نعطيو شانس للناس اللي ما عندهمش. فما وليدات دي تالون موجودين في الجوالات لكن ما عندهمش فلوس، يجي يبدا يتفرج شد الحديده كي يتفرج لكن ساقيه تحسها تفبري. ما هو صغير هذوما دم ترمي الكره كي وقفها تحسه كوارجي ولا تحسه كوارجي ولا كنترول تاعه. هاي نقراو جريده اللي كتبتها ما هي تفضل ما هي. وما زلت نكتب انا كان لاقيه بلاصه اخرى نكتب. هكا حطيت مازال خير في الدنيا باش نفهموها اجتماعيا، وحطيت اذا سالتم الله ولا فاسالوه البخت. وحطيت لكم الاخرانيه انا وكفل اليتيم كهتين في الجنه، واشار بالسبابه والوسطى. السبابه والوسطى. لهنا انا وقت اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث هذايا مش راهو كفل اليتيم هذاك اللي ياخذ ويربيه ويصرف عليه حتى لين يكبر، نجم زاده تكفل الاحلام نتاعو. والجانب المعنوي مهم ياسر لليتيم على خاطر بل كل شيء هو عنده شلخ. دونك احنا كيف نمسحوا له على راس ولا نحققوا له احلامه ونكونوا عندنا الفوز العظيم. بشير اللي يبدا مغروم ما يخافش على روحه، شفنا معناتها في التصاور كيفاش معناتها قاعد يتبع من برا معناتها كيفاش يعمل في لي موفمون نتاعهم. ونعرفوا معناتها مصر معناتها دولة فقيرة، والطفل هذا كما كانت تقول ما هي يعني يتيم مسكين كما قلت معناتها اللي يحب يوصل يوصل ينجم. هذاك ينجم يكون حتى لو فيتور محمد صلاح نتاع مصر. شفنا محمد صلاح بدا بشوية بشوية بدا في المقاولون العرب قبل ما يمشي يحترف لبرا، تعرفش عليه من الفقر هذاك اللي عاش ويحط في قلبه ينجم ينجم يولي ستار يعمل كارير. سلاح أنا حبيت نقول خليوا الأطفال يعيشوا حلمتهم، خاطر قداش تو ثم كور جاي. انا بيدي صغير لعبوا معايا في حومتي كور جاي، كنا نراهم حاجه كبيره، كنا نستناو منهم شويه شويه مش برشا اما بالحق كنا نستناو منهم حاجه كبيره. ما نجمش يكمل بحكم الفقر بحكم انه ما نجمش ما لقاش وين يتاثر. بالحق معناها اي عبد ينجم يحقق حلمه لطفل صغير مثلا في مهنه مش لازم كوره، لو ثم 7000 دومين ينجم يدخل فيه خليه ميسالش حتى بلاش ماهيش باش تضر. اذا انت تقري في 100 ولا 200 واحد ولا زوز زايدين ماهيش حاجه، ما نحكيش لهنا
حكينا على الكوره. وثاني حاجه هكي باش نزيدها مسيرش على الكوره، ماهيش حاجه نتاع شير على يعني انه يطلع كوارجي ولا تقول له ليه اقرا على روحك بيه القرايه، اما راي الكوره عمرها ما كانت حاجه خايبه. بل ممكن في عصر حتى تو ليه تو يمكن خاطر بالفلوس ولا هكا تجبد الحكايه يقول لك ولدي كوارجي دخل مليارات بون برشا خمو، اما راي ماهيش حاجه خايبه بالعكس الرياضه بها نجم هذيك هي مهنه كيما تولي مهنه كيما تخدم انيماتور كيما ميرة قرية تود نجم هذاك كوارجي لو 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 لا حديث حديث وبرا لا حديث نحكي امثله بار اكزومبل بار اكزومبل كيما سكاندر ماركتينغ يخدم كذا. انا باش نحكي اون جينيرال خاطر كيما يوسف ثم برشا الاف صغيرات اخرين اللي عندهم هوايه محرومين انهم يحقوها، اللي شاهين لبسه حلوه انه ما عندهمش ادوات مدرسيه، انه ما عندهمش فرش نظيف يرقدوا عليه، ثم برشا صغيرات. اذا كان نرجعوا شويه لتالي وقت الغونتري سكولير ثم تصويره في تونس وليد صغير شادد الصف في ريف من الارياف ولابس شلاكة بو، كيفاش الدنيا فزعت في تونس وهزوا الحوايج ولبسوه وشراوا له قداش من وليد دكاكه وقداش ثم من وليد دكاكه. اي حد اي صغير يعرض صغير انه يحب يحقق حلمه انه يتيم انه يكسيه انه باش يهزوا حتى المناش حتى البلاصه يحلم انه باش يزورها، ماذا بينا نحقوا له اكل حلمه هذيك باللي نقدروا عليه. وان شاء الله يا ربي انا امنيتي انه يجيوا قدامي صغيرات كيما هكا وموان نجم نقوم حتى بجزء بسيط من الحلم تاعهم. الساعه امشي لهبو منين ندور نقعد ندور كلمه بركه والله هو نداء مره اخرى بالحق هما زملائي في الدومين هذاك نتاع اللي عندهم لي سونتر بريفي نتاع لي زاكاديمي وكل شيء، راه هو سيفري مشروع رياضي ومشروع تجاري كل شيء، راهو قبل كل شيء راهو مشروع اجتماعي، ما يسالش حلوا البيبان، فما ناس مستحقه ان تكون تلقى البيبان محلوله قدام خاطر الحلم اللي نحكي عليه توصل من الخطوه الاولى. سينو باش نحكيو على الحب، الحب اش يعمل؟ ينطح ينطح. هذا اسم العمل الجديد بتاعك المسرحي ما هي الحب ينطح. نهار 7 جانفي نهار 7 جانفي ان شاء الله باش تكون لافون بروميير، و بيان سور هذا يلزمنا نحترموا البروتوكول الصحي والتباعد الجسدي ونحترموا وقت الكوفر فو ونحترموا 30% جمهور، يعني زوز مقاعد بين المشاهد والمشاهد الاخر. احكينا الحب ينطح. الحب ينطح هي مسرحيه حلوه برشا من نوع فودفيل، مسرحيه فيها روايه فيها ضحك فيها برشا مساجات فيها فرجه فيها الرقص فيها الموسيقى فيها الغناء فيها اي. حبينا نرجع شويه نبعدوا شويه على الوان منشو، مع احترامي للناس الكل اللي تقوم بالوان منشو اما كثروا هالمده الاخيره معناتها ديما نشوفوا ان سول اكتور، دونك احنا ماذا بينا نعاودوا نرجعوا بروايه نحبوا كالروايات نتاع قبل باش نرجعوا زاده العباد تتفرهدوا شويه ويخرجوا في عائلات يتفرجوا في المسرح. المسرح اللي كانت عنده قيمه كبيره 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 توا مع الوقت هذايا الشباب اللي طالع ماهوش عارف هالقيمه هذه. انت وشكون في العمل ماهي؟ انا ومحمد سعيد وكرم عزوز والمخرج تحيه لهم محمد سعيد وكرم عزوز والمخرج يوسف حميد اللي هو مقيم في فرنسا وكان بحذنا معناتها عملنا معناتها خدمنا الاولاني الكل ومع يوسف حميد، لكن من بعد هو سافر لفرنسا وتشات في المنديف وقعد غاديكا على خاطر الظروف بيان سور الصحيه اللي موجوده معنا. النص تاع شكون؟ النص والله هو تاع يوسف حميد ولكن وقعت المراجعه بالتصرف بالتصرف ذكرني في المكتب هذه كلنا كلنا بالتصرف ايش نقولك لو كان ما تضيفش انت حاجات من عندك باش تظهر فيهم ولا تلقى مثلا سيتواسيون صحيتك الروح نتاعك باش توصل للببليك لازم معناتها لازم تكون الحقيقه كان موافق. هو ماهيش اول تجربه مسرحيه ليك ما هي ولا اول تجربه؟ اول تجربه مسرحيه تعرض على خاطر انا فوالا ما نقولوا الحق معناه انا درست مسرح عامين ولكن من بعد عملت مسرحياتي فما مسرحيه عملتها انا توتو ولكن ظنون لكن كي جينا نقدموا في الملف طلبونا في البطاقه تاع اعتراف خاطر اوني دو يلزم فما بطاقه تاع اعتراف انا عندي هي طلعت ما عندهاش جيت اوبليجي باش بعد عملنا دي ريبيتيون مع بعضنا يمكن اون كانزين دو جور لكن كي قدمنا الدوسي اول مره نسمعها المعلومه بالحق لا عملنا الحقيقه وبرشا معناتها مسرحيات اللي ما راوش الضوء لظروف معناتها اون بريف على شنو موضوع المسرحيه؟ روايه على شنو؟
هو راجل مهاجر، هو تونسي مهاجر مقيم بالخارج، وتعدى معناتها بشويه هكا مراحل ما نجحش معناتها في حياته العاطفيه، وبعديك خمم باش يرجع لبلاده. هو بداها الحياه العاطفيه من بلاده وهاجر، وبعد حب يرجع، ودونك عرضوه برشا حاجات ورا البلاد كيفاش تبدلت ورا معني في جو كوميدي. سبع جان في وقتش الوقت كيفاش الاربعه نتاع العشيه؟ ما قلت باش نحترموا الكوفر فو، دونك الاربعه نتاع العشيه. الاربعه نتاع العشيه قداش طولها المسرحيه؟ هي والله بتسنتير بالواحد، خاطر هي ساعتين، اما رديناها ساعه ونص لسناها، خاطر ما تنجمش تعمل مسرحيه في الوقت هذا اكثر من ساعه ونص. العمل شنو تريشيك في الوقت تقيسوا بالعرض الاول طبعا؟ لعب طبعا مش يكون مخصص صحفيين ولا اعلاميين ولا ناس الكل بدرجه اولى للناس الكل سي اون افون بروميير. وعندنا دات اخرى لو 4 فيفري بقدره ربي. اذا كان تبدل يعني التوقيت، يتبدل التوقيت ما لحقتكش لتوا، ديما الاربعه نتاع العشاء. حظ سعيد مهيف. ربي يحضرك ان شاء الله ما يلتحقكمش الحظ. توا نجيو نحضر نفس الشيء اللي عندنا احنا زاد شاتي سوري ان شاء الله لو 20 جانفي، خاطر وخرنا برشا دي دات. الله يديها على خير. سي تام بياس فودفيل فيها مجموعه كبيره من المصريين، وتو نكمل كم بعد. خويا كل جمعه نحب نعمل بروموسيون، انا تسالني انا كل جمعه يعمل بروموسيون. لو 20 مازالت بعيده. سينون انتم تفرجوا فينا في الدار تنجموا تربحوا 100 دينار. سينون انتم تنجموا تربحوا 100 دينار وانتم موجودين تفرجوا في اللايف بتاع التشكيله على قناه الزيتونه على الباج بتاعنا، تربح 100 دينار كان تجاوب على السؤال هذا، تجاوب على السؤال وتلاقى اكثر عدد من اصحابك. باش نحكيوا على ممثل تونسي. لنديس لولاني هو جاوبوا، ثم شكون ربح؟ نحكيوا على ممثل تونسي. لنديس لولاني ممثل تونسي ريسبتور وتليفون. ممثل تونسي ريسبتور وتليفون. جاوبوا على على السؤال توا شكون الشخصيه هذه، وبعد توا نصلح لنديس ورحبوا بتوفيق البحري ونمشي بيب وراجعين.